على مسافة أيام من أول أيام شهر رمضان الكريم، بدأت التحضيرات المواكبة لاستقباله وتأمين مكونات مائدته. هو القلق نفسه يعيشه المواطن، غلاء تصاعدي في أسعار الخضار واللحوم، والسبب يكون عرض طلب. وهنا بدأت وزارة الاقتصاد بحملة المراقبة وجولات للتأكيد على أن عين الرقابة صاحية. اليوم نحن من تقريبا شهر ونص لهلأ أخذنا، خليني أقول، سلة تقريبا من 52 صنف اللي هي أكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك، وبشكل عام بزمن الصوم كمان بنفس الوقت. اليوم عم نراقبهم بشكل أسبوعي بنفس المكان وبكذا محافظة. يعني إذا بتيجي بتطلعي مثلا بالخضار، أخذنا نفس البرودكت بهالسوبر ماركت بهيدا الأسبوع، الأسبوع اللي قبله واللي قبله، عم نطلع على حركة الأسعار، هي ذاتها حنكون عم نراقبها خلال شهر رمضان. في نقطة تبرز اليوم تداعيات البحر الأحمر، وبالتالي ارتفاع كلفة الشحن، ارتفاع كلفة النقل، ارتفاع كلفة التأمين، وارتفاع كلفة الفيول. اليوم كان في بعض البواخر بتمرق عبر باب المندب، اضطرت تمرق عبر رأس الرجاء الصالح، بتروح صوب القرن الأفريقي، وبالتالي اليوم صار في ارتفاع أكثر على البضايع. هيدي نحن عم نراقب فيها سلسلة الإمداد، بلشنا كشف على المستوردين، فنطلع هل هيدي مصدر البضاعة من هونيك، لأنه اليوم التاجر بمن النفس عند كل أزمة إنه يخلق فرصة لإله ليحصل من أرباح قد تكون مشروعة بمكان ما وقد تكون غير مشروعة. تلاحظ اليوم أنا أخذت هيدو الخضار الطازجة، كل أنواع الخضار اللي بتستخدم بشهر رمضان، الفواكه، اللحوم ومشتقاته، البيض، منتجات الحليب، الحبوب، المنتجات الدهنية والمعلبات، كلياتها مع مواد غذائية متفرقة. عم راقبها مثلا هيدي معدل أسعارها كان خلال شهر شباط، عم قارنها باللي قبل كل شهر بشهره. بيجي بتطلع أنا مثلا لسلم جدل هون عم بحكي بندورة، كان معدل السعر اللي لقاله 44، بعدين صار 76، هي بال 23، هي بال 24، يعني عم بتطلع قديش أنا ارتفع عندي. اليوم بيجي بياخد هيدا البرودكت عم ينباع 79,000 ببيروت وجبل لبنان الكيلو، بصيدة وصور 100,000. وهيدا بدل بمكان ما أولا تخوف الكبير وتعثر سلسلة الإمداد نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بهيدا النطاق. صار في عندي بعض التجار ما عم بيوصلوا لهونيك، وبمبدأ العرض والطلب بيزيد الطلب وبقل العرض، تلاحظي هون الارتفاع، وللأسف استغلال بعض تجار الأزمات لهيدا الموضوع، من هيك كنا عم نسطر محاضر رغم هيدا الأزمة اللي عم بتصير، وعم نحيلها للقضاء المختص. والمطلوب واحد، أن يواكب القضاء ومعه الأجهزة الأمنية المعنية تدابير الاقتصاد ليكون للإجراءات هدف، وهو ردع الجشعين. مشكورين الأجهزة الأمنية عم بيواكبونا بشكل كتير فعال، كل الأجهزة دون استثناء، وبالتالي هيدا المطلوب اليوم كمان تضافر جهود شوي من البلديات ببعض المناطق النائية ببعض القرى. اليوم البلدية هي سلطة محلية، يعني اليوم عنا بلبنان 1051 بلدية، خليني سلم جدل كل بلدية راقبت بس نطاق ضيعتها، هون منحكي لها مركزية، منكون بكل الأحوال راقبنا على كل قطاع المأكولات والمشروبات. اليوم عم بتم تقديم الشكاوي على 17-39، عم بتم بعض على صفحات التواصل الاجتماعي اللي بتتعلق بالوزارة، وإن شاء الله قريبا إذا الله راد من هون لشهر لما بنطلق موضوع المكننة حيصير يتم من خلال أبليكيشن. وعليه وفي ظل هذه الأوضاع الضاغطة اقتصاديا اجتماعيا ومعيشيا على المواطن، لا ينقصه حمل هم تأمين إفطاره وإفطار عائلته، والمطلوب من التجار إنه يشتغلوا بضمير. ورمضان كريم. رشا الزنهاشم، NBN.